دانت الولايات المتحدة الهجمات الحوثية الأخيرة التي تسببت بإغراق سفينة تجارية ثانية في البحر الأحمر ووصفتها بالمتهورة والعشوائية. المتحدث باسم الخارجية الأمريكية قال إن الحادثة تشكل خطرا على حركة الملاحة وتهديدا للحياة البيئية البحرية وتعيق وصول المساعدات الحيوية لليمنيين، مشددا على أن استمرار استهداف السفن يعد دليلا واضحا على فشل الامتثال لمطالبة قرار مجلس الأمن بالوقوف الفوري لجميع هذه الهجمات. المتحدث الأمريكي أكد عزم بلاده بالتعاون مع شركائها على مواصلة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية الملاحة والمساعدات من هجمات الحوثيين. قال زعيم المتمردين الحوثيين في اليمن إن ميليشياته نفذت مهمة نوعية لإغراق سفينة الشحن اليونانية توتور بعد أيام من استهدافها. الحوثي ذكر في كلمة تلفزيونية أن عناصر تابعة له صعدت على متن السفينة بعد ضربها بزورق مسير وقامت بتفخيخ السفينة وتفجيرها، وقال إن سفينة أخرى معرضة للغرق قريبا في خليج عدن. معنا من القاهرة الأكاديمي والمحلل السياسي الدكتور فارس البيل، أهلا ومرحبا بك معنا دكتور فارس. يعني هذا الإعلان والمجاهرة من قبل الحوثي وبأنهم هم من تمكنوا من إغراق توتور في ظل إعلان أمريكي رافض لهذه الممارسات الحوثية، إذن المشهد مستمر ولا تغيير حتى الساعة على الرغم من الوعود والحديث الأمريكي بأن هناك طريقة ربما بدل الطريقة الأخرى التي أو الأولى التي تعاملت بها واشنطن مع الحوثي. تحية لك والمشاهدين الكرام. يبدو أن الإدارة الأمريكية ما تزال ترى في ميليشيا الحوثي ورقة مساومة، أو أنها ما تزال تلعب في إطار الهامش الذي افترضته الإدارة الأمريكية، وبالتالي لا تشعر أن ميليشيا الحوثي قد اقتربت من المتن أو تجاوزت الخط الأحمر، وبالتالي ترى أن ميليشيا الحوثي مجرد أداة ضغط بيد إيران، وبالتالي تشعر أنها يمكن التغلب على هذه الحالة من المناورة بوسائل التفاوض السياسي أو ما إليها. في الأخير هي تعتبر أن المسألة مسألة مقايضة في كل الأحوال، ولم تصنف في تقديري حتى الآن وفق رؤيتها أن ميليشيا الحوثي أصبحت خطر حقيقي وخطر فاعل ومتجذر على أمن المنطقة والأمن الدولي والتجارة الدولية، وبالتالي الانتقال إلى هذه الرؤية هو الذي سيفرض طريقة تعامل جديدة مع ميليشيا الحوثي، مع أن ميليشيا الحوثي تتبرع كل يوم بإبلاغ الإدارة الأمريكية بأنها مؤذية وبأنها خطر على الأمن العالمي، ومع ذلك الإدارة الأمريكية تسير ببطء في تقدير مجالات تحركات ميليشيا الحوثي. صحيح ما تزال الآن أو لنقل أن إيران تفاوض بميليشيا الحوثي تشكل أداة ضغط مهمة في منطقة البحر الأحمر وتبتز الغرب بهذه النقطة، بإضافة إلى حالة من التصعيد النووي داخل إيران. إذن المسألة تلعب في هذا الإطار حتى يكون هنالك نوع من التشتت والابتزاز للغرب، وبالتالي يتعامل الغرب مع كل هذه المخاطر التي تطلقها إيران سواء في البحر الأحمر أو في التصعيد النووي أو في تصعيد في لبنان أو في سوريا والعراق وغيرها، باعتبار أنها مشتتات وباعتبار أنها أدوات ضغط يمكن التفاوض عليها وبالتالي الوصول إلى مرحلة من أو إلى سقف ممكن يرضي إيران. لكن في الأخير أعتقد أن بالمقابل الإدارة الأمريكية والتحالفات الغربية متأخرة كثيرا في هذا الإطار. صحيح هي تنظر أنها لا تريد حالة من التصعيد، لكن كما لو أنها تسمح لهذا الغول بالتسرب مرة بعد مرة، وهذا الخطر يوشك أن لنقول يتسرب من الهامش المعمول أو من الإطار. الإدارة الأمريكية تعتبر أن كل هذه التحركات يمكن لجمها في لحظة ما، أو يمكن التعاطي معها، أو يمكن
خفضها تماما في حالة من التفاوض السياسي. المسألة تختلف في تقديري. هذه الحالة من قبل ميليشيا الحوثي أصبحت الآن حالة عابرة للحدود، وبالتالي لم يعد أو لم تعد المسألة مسألة ابتزاز وحيد. يمكن أن نربط تحركات ميليشيا الحوثي بملفات ساخنة أخرى وباستقطابات مهمة في مواجهة الغرب، ربما تستخدم كما أشارت أو أشار التقرير الأخير والعقوبات الأخيرة إلى الصين في مسألة ربطها مع مسألة إيصال الأسلحة إلى ميليشيا الحوثي. وبالتالي أعتقد أنه من المهم أن تغادر، وهو ما ذكرتيه في بداية سؤالك، أن تغادر الإدارة الأمريكية هذه النظرة، النظرة التقليدية والرتيبة والمتأخرة، وتقدير ميليشيا الحوثي بخطر يمكن لجمه بالتفاوض السياسي أو أنه باعتبار حالة مؤقتة أو من الاستعراض العسكري لإيران. المسألة تجاوزت هذا الأمر، والخطر كما كنا نقول ميليشيا الحوثي ليست خطرا على اليمن فقط، يمكن أن تتعدى الحالة اليمنية. وكان الغرب والجميع يتحدثون أن ميليشيا الحوثي حالة يمنية وفصيل يمني، وفي الأخير يمكن أن يصل هذا الفصيل إلى مرحلة من التسوية. بينما الآن يكتشف العالم أن ميليشيا الحوثي لا علاقة لها بالحالة اليمنية، إنما هي جعلت من الحالة اليمنية قاعدة عسكرية للانطلاق، وأصبحت خطر يهدد الإقليم ويهدد العالم ككل. وبالتالي على الغرب أن يدرك هذه الحقيقة الآن. دكتور فارس، التعاطي معها. عندما تقول الخارجية الأمريكية بأنه يجب اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية الملاحة والمساعدات من هجمات الحوثيين عبر التعاون مع شركائها، في كما جاء على لسان ربما مسؤول في الخارجية الأمريكية، هل هذا يعني أنه سيكون هناك عمل عسكري تشارك فيه قوى إقليمية؟ هل فعلا هذا ما يبحث؟ أو إذا كان لا، ما طبيعة كافة الإجراءات اللازمة التي تقصدها الولايات المتحدة للتصدي للحوثي؟ بحسب التقارير المرفوعة للإدارة الأمريكية خلال الفترة الماضية، أن بوضوح أن هذه الضربات لم تحقق المرجو، وأن هنالك خسائر تصل إلى مليار دولار، ومع ذلك لم تضعف قدرات ميليشيا الحوثي، بالعكس تصاعدت. والحديث عن البحث عن شركاء، الإدارة الأمريكية لا تريد أن تخوض لوحدها هذه التكلفة الكبيرة، مع أن المحيط أو على الأقل دول المنطقة بعثت رسالة للإدارة الأمريكية واضحة أنكم من سمحتم لميليشيا الحوثي بالوصول إلى هذه المرحلة. في وقت كنا نحارب ميليشيا الحوثي كانت الضغوط الأمريكية تمنع القضاء أو على الأقل تقليم أظافر ميليشيا الحوثي. الآن الإدارة الأمريكية عارية لوحدها، وبالتالي الآن إذا أرادت أن تبحث عن شركاء، هي لا تريد أن تتحمل التكلفة من ناحية مادية لوحدها، ومن ناحية عسكرية لا تريد أن تكون هي المعني في الواجهة لمحاربة ميليشيا الحوثي، إنما تريد أن يكون هنالك نوع من تفريق دم الحوثي بين القبائل، بالإضافة إلى مسألة أن يكون هنالك تعاون في هذا الإطار. هذا مهم ويمكن أن يكون، لكن إذا شعرت على الأقل الدول المشاطئة والدول المتحالفة أن الإدارة الأمريكية واضحة وفي موقف واحد من ميليشيا الحوثي لا يتغير ولا يتبدل بحسب التفاوضات وبحسب التقلبات مع إيران، فيمكن المضي في هذا المشروع لمواجهة ميليشيا الحوثي، ومواجهته سهلة إلى أبعد مدى. أما أن تظل الإدارة الأمريكية تلعب في هذا الإطار، بمعنى أن تصعد نوعا ما ثم تذهب في تفاوضات سرية وفجأة يتغير موقفها تماما، حتى الآن لم يجد الحلفاء من الإدارة الأمريكية ضغطا حقيقيا على ميليشيا الحوثي ليدخلوا في هذا التحالف مثلا، لم يجدوا أنها تغير حتى من قواعد الاشتباك، ما تزال الإدارة الأمريكية تتعاطى مع ميليشيا الحوثي باعتبار أشبه بقواعد الاشتباك بين لبنان، بين حزب الله وإسرائيل، صاروخ بصاروخ وانتظار الطائرات المسيرة، يعني ما يشبه الندية إلى حد ما. إذا أرادت الإدارة الأمريكية، صحيح، إذا أرادت الإدارة الأمريكية أن تحقق نجاح حقيقي
وتكسب ثقة حتى المتحالفين معها، عليها أن تنتقل إلى الساحل، إلى النقطة البرية، بمعنى أن تنتقل إلى مخابئ ميليشيا الحوثي بشكل حقيقي، إلى إضعاف قدراتها العسكرية على الأقل بشكل فاعل وبشكل جاد، إلى تبادل المعلومات في هذا الإطار، وبالتالي يشعر الحلفاء أن استهداف ميليشيا الحوثي استهداف جاد. أما أن تخسر ميليشيا الحوثي، تعلن الإدارة الأمريكية أنها خسرت مليار دولار ولم تضعف قدرات ميليشيا الحوثي بالمطلق، وتحارب وتهدد الملاحة بأسلحة بدائية بعشر هذا المبلغ، فالمسألة مختلة الآن. المسألة ينبغي أن تنطلق من قواعد حقيقية للتحالف، موقف واضح وموقف يثق به الحلفاء من أن الإدارة الأمريكية تتعاطى مع ميليشيا الحوثي باعتبار خطرها، لا باعتبار المصلحة ولا باعتبار تقلبات المعادلة في إطار الصراع في المنطقة. هذه نقطة واضحة في تقديري. شكرا جزيلا لك من القاهرة، كنت معنا الأكاديمي والمحلل السياسي الدكتور فارس البيل، شكرا جزيلا.